باركولي يا البنات باركولي ان شاء الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم عندي موعد ديال الطبيب ديال السكر، خاصني ضروري دابا ان شاء الله عند مع 3 د العشيه غادي نكون عنده. ايوا نتمنى ان شاء الله خير يا ربي، وتسمعني اخبار الخير يا ربي، الله يشافي الجميع. بنات بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، التعاليق المحفزه، وشكرا بزاف والله العظيم. الحمد لله، نتمنى هذه القناه تعجبكم والمحتوى يعجبكم. كنشارك معكم كل شيء المغربيه بامريكا، خرجت هنايا المحلات هنايا، كل شيء كل شيء ان شاء الله. وكيفاش كندوز الروتين ديالي هنايا في امريكا في الغربه مع وليداتي مع العائله الى جاوا هنايا، صحاباتي ديال هنا، الحمد لله هذه هي حياتنا. وكنبغي نشارك هذا الشيء مع الناس اللي حتى هما جايين جداد غادي يقدروا يستافدوا من هاد الفيديوهات هادو اللي كننزل وهاد المواضيع اللي كنهضر فيها. بالنسبه لمرض السكري، هذا مرض الله، الحمد لله حنايا متقبلينه بكل روح رياضيه ودايرين جهدنا باش نتشافاو منه. وانا حتى كنشارك معكم حتى هاد الشيء ديال السكر باش هكذايا انايا نستافد من الناس اللي كيحطوا لي التعاليق، كيشوفوا الموضوع ديالي انايا كمريضه بالسكري، حتى هما راه غيكونوا عندهم ناس مرض بالسكري او لهما نيت، لان مرض السكر ما بقى خاطي حتى شي واحد. اي دار تلقى فيها الناس سكريين سواء عارفين راسهم مرض ولا ما عارفينش، والحمد لله على كل حال. المهم كنشارك معكم قلت لكم هذا المرض ديال السكري اللي انا مريضه به باش نستافد من الناس حتى هما. انا نعطيكم من الراي ديالي ونعطيكم الوصفات اللي كناكل بالنسبه للريجيم، نقول لكم الطبيب ديالي شنو قال ليا وشنو كندير باش نحاربه، وحتى نتوما كنستافد منكم بزاف اقسم بالله العظيم. السيده البارح كتبت لي تعليقات ليا، دخلي القناه ديال الحكيم، قناه الحكيم هانتوما انا غنكتبها لكم هنايا، قناه الحكيم. شكرا لك بزاف اختي على هذاك على هاد النصيحه اللي عطيتيني، اقسم بالله العظيم الا دخلت درت ليه اشتراك باش نستافد منه، باش اي حاجه حطها ندخل ونستافد منها، انا نشوفها ونستافد منها. كيهضر على السكر، كيهضر على الامراض كلها وكيفاش نحاربوا هاد الامراض وكيفاش يعني نحاربوا يعني الاعراض ديال اي مرض، اي مرض يعني كنتي كتحسي به تقدري تشافي به، يعني يمكن بلا شنو انك ديري تخدمون ديال الدواء وبزاف ديال الحاجات. هادشي اللي كاين. قناه الحكيم ان شاء الله دابا نكتبها لكم زوين. ايوا المهم البنات، دابا انا غادي نمشي للطبيب ان شاء الله، واللي درتها غادي نشاركها معكم، واللي قالها لي قالتها لي الطبيبه ان شاء الله غادي نقول لكم شنو كاين. وهذا ما كان، يلا حبيباتي ما نطولش عليكم. اوكي Sorry. Thank you. 34.
104. Four. Okay. 104. Oh, okay. Yeah. 104. 104 is good. Good. Alhamdulillah. So, كيف ما شفتوا عبرت ليا السكر لقيت عندي غرام وربع غرام وربع مزيان الحمد لله ولكن وعبرت لي حتى الخزان دابا راه كنتسناها باش تمشي تشوف الخزان شحال غيعطوا لي النتيجه دابا نيت ونيت سولتني وقتاش فطرتي واش صايمه يعني واش مازال ما كليتيش واش مازال من الفطور المهم قلت لها انا مازال من الفطور فطرت مزيان كليت البيض شويه ديال الخبز قهوه مهم قالت لي صافي مزيان قالت لي راه نقص ليك منين طيحتيه من 10 ل 7 راه حتى دابا غادي يكون ان شاء الله مزيان حيت قلت ليها راه ولا كيطيح لي بزاف يعني كيوصل حتى 86 قالت لي غادي يكون خصنا مزيان ايوا انا غادي نتسنى ان شاء الله ويكون خير يلا خليكم معايا باركوا لي البنات باركوا لي ان شاء الله ما تكونوا نتوما الناس اللي مرض بالسكر نزل السكر ديالكم والخزان ديالكم الحمد لله والشكر لله يا ربي السكر كيف ما شفتوا هبط ليا قالت لي دابا الطبيبه الخزان نزل ليا 6 9 الحمد لله 6 9 اللهم لك الحمد وقالت لي مازال خدمي قالت لي غير زيدي خدمي باش ينزل لك 5 ان شاء الله بحول الله فرحت بزاف الحمد لله فرحت هذه هي الريزلتا ديال عقلتوا على التحاليل كنت درت مع التحاليل مشيت صورته وحطيت لكم حتى نتوما الفيديو ديال النهار جيت درت التحاليل على كل شيء بيلو الحمد لله عندي كل شيء مزيان كل شيء مزيان اللهم لك الحمد حيت كيشوفوا السكر واش اثر على الكلاوي على القلب على المعده على الكبده المهم كيشوفوا كل شيء لقات عندي غير الكوليسترول الكوليسترول هو اللي طالع شويه حيت على قبل الريجيم الكوليسترول قلت ليها لانني واقيلا كناكل البيض بزاف هاد الايام هذه يعني في الريجيم ديالي درت البيض يعني كنقدر نفطر بالبيض يوميا ماشي مشكل عندي يعني ناكله ولكن دابا دار ليا بحال طلع لي الكوليسترول اما المرقه وداك الشيء القلي ما كناكلوش تقريبا ما كناكلوش القلي نهائيا المرقه راه ما كناكلهاش يعني لا درت خضيره بالمرقه يعني هذاك اللحم بزاف وداك الشيء والكفته ما مبقاش عندي معاه ناكلو بزاف الا درت كندير الدجاج هكا محمر في الفران مع شويه ديال البصله ولا مريقه غير خفيفه يعني ماشي حاجه اللي هي مرقه اللي غادي تضرني ولكن الحمد لله القلي ما كناكلو ما والو واقيلا هذاك الكوليسترول اللي طلع ليا يمكن غادي يكون من سميتو من البيض وواقيلا الحليب الزبده كناكل منها كنبغي ندير الزبده انايا في الخبز وداك الشيء المهم الحمد لله حتى هو غادي نخدم عليه قالت لي غادي نعطيك الدواء ديال الكوليسترول تبقاي تاكلي حبه في الليل من بعد العشاء قالت لي كوليها وصافي وان شاء الله غادي نخدم على الكوليسترول ان شاء الله غادي ندير ليه يعني دايت يعني ناكل خفيف وماشي صعيب عليا صراحه انني باش ندير نتبع الريجيم ديالي مادام انني طيحت الخزان لستة ما تكونوا نتوما ان شاء الله اللي طالع لكم الخزان ان شاء الله ما يكون غير الخير والحمد لله والشكر لله غادي نكمل بحال هكا حتى غادي ننزل الخزان ديالي 5 ونتهنى من الدواء ونتهنى من كل شيء وغادي يبقى ديك الساعات غير نرد بالي لصحتي والماكله ديالي هادشي اللي كاين والرياضه قالت لي ديري حتى اكزرسايز خرجي بقيت تمشي دائما هاد الايام مؤخرا ما كنتش كنخرج حيت وليت مشغوله بزاف ولكن ان شاء الله غادي نعاود نرجع ندير رياضه المشي ان شاء الله بحول الله هادشي اللي كاين شكرا اللي كلشي اللي كيقول لي الله يشافيك التعاليق واللي كيقول لي شنو ديري وشنو تديري زعما باش تهبطي السكر ديالك وما تبقيش مديره الدواء وشكرا لكم بزاف اقسم بالله العظيم تنشكركم جزيل الشكر والله العظيم الا وليتوا عزاز عليا بزاف لانكم كتجاوبوا معايا وكتقول لي شنو الريجيم اللي نتبع وشنو ناكل وكيفاش نتعامل مع هذا السكر هذا اللهم لك الحمد كل شيء كيدوز يا ربي تخلي لنا غير الصحيحه ديالنا وهذا ما كان يلا حبيبي انا هاد الفيديو هذا درته غير على قبل الطبيب نقول لكم شنو قال لي شنو كاين في الجديد ديال السكر ديالي وان شاء الله نتمنى الشفاء للجميع اللي مريض بشي حاجه الله يشافيه يا ربي تشافيه وتطول في عمركم وتفرحوا بالصحه ديالكم وتحطوها حتى فوق ريوسكم هادشي اللي غادي نقول لكم نتمنى ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد بحول الله مع طاقه ايجابيه دائما انا واخا كندير معكم فيديو ديال الطبيب دائما بالطاقه
الطاقه الايجابيه. ما عمري نقول لكم لا رانا قلبي دارني ولا السلبيات ولا نبكي ولا هذا، دائما الحمد لله ونشكر الله على اي حاجه كتصيبنا، والحمد لله حنا يتقبلناه والحمد لله حنا يتغلبنا عليه، بدينا كنتغلبوا عليه اللهم لك الحمد. كيف ما قالت لي الطبيبه، قالت لي شوفي راكي تحيدتي من هذاك سميتو الصعوبات وهذيك النتيجه ديال السكر اللي كتعطيك العقوبه ديالها، فهمتي انا كنقلب على هذه الكلمه. قالت لي تجاوزتي العقوبه ديال السكر اللهم لك الحمد، قالت لي غير بالريجيم ديالك والدواء وداك الشيء اللي تبعتي مزيان، قالت لي كملي عليه باش تزيدي تنزليه الخمسه. هذا الشيء اللي غنقول، شكرا لكم بزاف كما قلت لكم، وبسلامه عليكم ان شاء الله. دائما قلت لكم غنشارك معكم الحاجه بالطاقة الإيجابية، ما عمري نقول لكم رانا مقلقة ولا رانا نبكي ولا هذا، الحمد لله وشكر لله في كل الأحوال، وكنبغيكم بزاف وتهلاو في راسكم ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. يلا مع السلامة حبيبي.